لطفي لبيب يثير الجدل بفيديو مؤثر و15 معلومة عن ديفيد كوهين، أبرزها قراءة القرآن الكريم ومشاركته في حرب أكتوبر ضمن الكتيبة 26. تعرف يا نقطة؟ أول مرة الأكل يبقى لي طعم. بعد ظهوره القليل السينمائي والدرامي خلال الفترة الماضية، تحدث الفنان المخضرم لطفي لبيب عن أسباب ابتعاده عن التمثيل خلال الفترة الماضية. وكشف الفنان القدير في ظهوره عبر شاشة التلفزيون المصري أنه يعاني من جلطة في المخ جعلت حركته صعبة إلى حد كبير. أنا لطفي لبيب وكويس وبخير، والإشاعة اللي أنا اتنقلت عليه إن عايزي إشاعة كاذبة. وظل لطفي لبيب 72 عاماً لعقود أحد نجوم الصف الثاني بأفلام الكوميديا، لا سيما خلال فترة التسعينات وسنوات الأولى من الألفية الجديدة، وكان أيضاً شريك النجاح لجيل الممثلين الشباب، وشارك في عشرات الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية إلى جانب نجوم كبار أبرزهم عادل إمام وأحمد حلمي ومحمد سعد، لكن نجمه بدأ يخفت مؤخرا. وأوضح الكوميديان صاحب الوجه المعبر: أقبل التمثيل مجددا لكنني لست قادرا على الحركة. جمهوري دي مستني أعمالي عشان أشتغل فيها، ما خبيش عليه أنا في حالة مرض ما أقدرش، فاعتبروه شبه اعتزال. ادعولي ربنا يشفيه. رافضا تفصيل ادوار مخصصة له حسب امكاناته الصحية وفقا لتعبيره، وانما غير كده انا كويس جدا والحمد لله ونعمة كبيرة وقادر على الحركة اهو قدامكم وبتكلم. واضاف: انا في حالة مرض، أعاني جلطة في المخ تعطل الجانب الأيسر اليد والقدم، لست في كامل رونقي لكنني لن أعتزل. بس اطمنوا أنا كويس. حد صوت. وأكد لبيب أن الممثل لابد أن تكون لديه مرونة عصبية وعضلية وأن يكون جسمه رياضيا، لأن التمثيل مهنة متعبة جدا. من يوم ما اتجوزنا قبل كده كان بيبقى بلاستيك في بقي. واكمل: لا اريد ان اقلل تاريخي ورصيدي الذي صنعته مع الجمهور، اريد ان امثل بشكل صحيح، لكن حالتي الصحية لا تسمح الان. من جهة اخرى كشف لطفي لبيب عن تفرغه للكتابة حاليا، موضحا انتجت سيناريو لمسلسل وهو الان في احدى شركات الانتاج تتم مراجعته وقراءته. لا استطيع الابتعاد عن الفن. الله يرحمها، ما كنتش تسمعي لها صوت. وشدد على انه لن يعتزل، مضيفا: صعب ان يعتزل الفنان، تعودت على الاستوديو والكواليس. وكانت كريستينا ابنة الفنان المصري قد نفت في وقت سابق اعتزال الفن اثر تداول تصريح له في وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بانه قرر التوقف عن التمثيل لانه لم يعد قادرا على الوقوف امام الكاميرا. يا جدو والشفالة وقلة ادب، صح ولا لا؟ صح. يشار الى ان مسلسل رجالة البيت الذي عرض في رمضان الماضي كان اخر ظهور فني للطفي لبيب، وشارك فيه الى جانب البطلين احمد فهمي واكرم حسني. وقال لطفي لبيب في الفيديو الذي عرض قبل بدء حواره مع الاعلامي وائل ابراشي برنامج التاسعة: انا كويس، وخبر اني اتنقلت العناية المركزة والانعاش ده كاذب، انا كويس الحمد لله بنعمة كبيرة وقادر على الحركة اهو بتكلم حلو اهو اطمنوا انا كويس. نشأ منذ الصغر على حب المعرفة والاطلاع الى درجة اجادته التحدث باللغة العربية الفصحى من خلال قراءته القرآن الكريم رغم انه يدين بالمسيحية. تلك التركيبة انعكست عليه خلال دراسته في المرحلة الابتدائية وشعر بميله إلى خوض تجربة التمثيل. في تلك الفترة التحق بمسرح المدرسة الابتدائية وهي الموهبة التي ظلت بداخله حتى أنهى تعليمه الثانوي، ليفضل إسقالها بالدراسة في المعهد، إلا أن والده رفض توجهه ما اضطره إلى الالتحاق بكلية الزراعة في جامعة أسيوط
لكنه أصر على حلمه حتى استطاع الفنان لطفي لبيب إثبات نفسه داخل الوسط الفني. نستعرض لكم في هذا التقرير أو في هذا الفيديو 15 معلومة عن الفنان لطفي لبيب حسب حواره مع صحيفة الأخبار وبرنامج لازم نفهم. وأنا طول عمري بموت في السفالة وقلة الأدب. المعلومة الأولى: في السنوات الأخيرة قلت مشاركته الفنية نتيجة تدهور حالته الصحية، وكشف خلال حلوله ضيفا ببرنامج التاسعة عبر قناة مصر الأولى أنها يعاني من آثار جلطة في المخ أفضت إلى تعطل الجانب الأيسر من جسده، وقال: لست في كامل رونقي لكنني لن أعتزل. ابنك تعبان يا حاج. لا مش تعبان يا دكتور. المعلومة الثالثة: في عام 2017 أنهى كتابة أول مسلسل من تأليفه، لكنه لم يحدد اسما للعمل، وروى عن القصة عن السيدة ليليان تراشر من ولاية فلوريدا يأتيها عقد عمل كمدرسة في المدرسة الأمريكية في محافظة أسيوط بصعيد مصر عام 1910، وتعيش في مصر حتى وفاتها عام 1964. يخرج في جنازتها 15,000 مواطن مصري يبكونها قائلين ماما. وتابع: قال عنها طه حسين أنها جاءت إلى مصر فمصرتها شمسها، وقال عنها سلامة موسى أنها الهلال والصليب الأحمر لجرحى الحوادث والحروب. أما ليليان فهي لجرحى الحياة، هي صاحبة أول زيارة لجمال عبد الناصر ومحمد نجيب بعد ثورة 1952، هي من قامت بتجديد الجمعية الخيرية الإسلامية في أسيوط، وهي من الشخصيات التاريخية وليست من اختراعي. لا ابنك مجنون يا حاج. المعلومة الرابعة: يقضي لطفي أغلب أوقاته بعيدا عن الفن في الكتابة، واحترفها لمدة عام ونصف مواظبا على كتابة مقال لإحدى الصحف، إلا أنه انقطع مبررا: الفن والصحافة كلاهما كالفريق لا يحبان الشريك، فقررت اختيار الفن واكتفيت بالكتابة كهواية، لأن الفنان الحقيقي يعيش في ذاكرة الناس أطول من الكاتب لوجود أفلام تخلدهم وتصل للناس جميعا. ابنك مجنون يا حاج، وأنا اللي عارف ده كويس واحتمال. خامسا: الشعبية الكبيرة التي حققها بعد سنوات طويلة من انتظاره جاءت دون أن يكون بطلا في أي عمل فني. بخصوص ذلك يقول عن نفسه: أنا وحسن حسني وصلاح عبد الله بلغة الكرة نعد من فناني خط الوسط في السينما المصرية، وجودنا مهم للعمل رغم أننا لسنا الأبطال، وقديما كان هناك فنانون كثيرون في خط الوسط لكنهم اليوم أقل عددا. اللهم ارزقها بسيارة مفخخة. سادسا: أوضح الفنان لطفي لبيب أن عادل إمام هو من رشحه لتجسيد شخصية السفير الإسرائيلي، راويا أن الزعيم اتصل بزوجته للسؤال عنه، لكنه صادف أنه كان بالخارج وقتها، وفور عودته إلى المنزل تواصل معه وتم الاتفاق الطريف أن عدد مشاهد لطفي في فيلم السفارة في العمارة 5 فقط، وتم تصويرها في ظرف 3 أيام فقط. رغم ذلك يعتبر العمل فاتحة خير عليه، وارتفع أجره بعدها في السوق حسب روايته. أو شحنة ناسفة. سابعا: بدأ من عام 2001 أصبحت مساحات أدواره أكبر مما كان يسند إليه مسبقا، وهو متضح في فيلم جاءنا البيان التالي الذي جسد فيه شخصية فخري، ثم أتبعه بعدة أعمال سينمائية على رأسها عايز حقي وسايع بحر والباشا تلميذ ويانا يا خالتي، ووصولا حتى السفارة في العمارة الذي يعتبره أكثر عمل حقق له شهرة وحضورا وسط الجمهور، مجسدا في دور ديفيد كوهين السفير الإسرائيلي. تفعل ما تفعل بها ولا نستطيع جمع أشلائها. ثامنا: من النصف الثاني من الثمانينات وحتى أواخر التسعينات شارك في أعمال فنية عدة لكن دون تأثير حقيقي، على رأسها أفلام الستات وإنذر بالطاعة والبحر بيضحك ليه والنوم في العسل، ومن أبرز أعماله الدرامية في تلك الفترة مسلسلات ضمير أبل حكمة وأرابيسك وزيزينيا والرجل الآخر. تسعا: بعد انتهاء فترة تجنيده بالجيش المصري رشحه الفنان الراحل سعد أردش لتأسيس مسرح دبي القومي، وهو ما وافق عليه وسافر إلى هناك مباشرة، وأقام في دولة الإمارات العربية المتحدة لعدة سنوات حتى كانت له الريادة في ذلك المسرح حسب قوله. هناك
أخرج لطفي لبيب أول عروض المسرحية التركة لنجيب محفوظ، وبعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عاد إلى مصر مشاركا في تمثيل مسرحية المغنية صلعاء بجانب أعمال أخرى. كل سنة وأنت طيب يا سعادة البيه. عاشرا، دون لطفي لبيب كل تفاصيل فترة تجنيده حتى أصدر كتاب الكتيبة 26، وهي عبارة عن قصة درامية من واقع حرب أكتوبر، وكل أمنيته أن تتم ترجمة ذلك العمل الأدبي إلى فيلم سينمائي يجسد روح معركة العبور، قائلا أكتوبر الحقيقية لم ينجح أي عمل سينمائي في نقلها للناس حتى الآن. يوتيوب من قدم شيء بيداه التهاب. انطر بقى انطر. المعلومة 11، تعتبر مرحلة تجنيده بالجيش المصري من أبرز محطات حياته، وهو من قضى 6.5 سنوات كجندي في سلاح المشاة ضمن الكتيبة 26 والتي عبرت قناة السويس يوم 6 أكتوبر، وروى في برنامج الستات ما عرفوش يكذبوا، حضرت استعدادات العبور، وأول من استشهد في العبور كان سيد عبد الرازق، وقبل ما يموت قال حد ياخد مكاني يا جماعة، كما كان قريبا من الشهيد أحمد حمدي خلال استشهاده بقذيفة إسرائيلية على الكوبري الذي صنعته القوات المصرية للعبور على الجبهة الثانية من القناة، مشيرا إلى أنه كان بطلا في المعركة ولم يكن يخاف الموت. غلبان واستحق الصدع يا بيه، ابني وقع من رابع دور. المعلومة 12، بعد التخرج في المعهد عام 1970 أكمل لطفي لبيب مشواره التعليمي لدافع عشق للثقافة ليلتحق بكلية الأدب قسم فلسفة واجتماع بغرض المعرفة، وهو ما تزامن مع أداء الخدمة العسكرية حتى حصل على ليسانس. امرأتي بتغسل 3 أيام في الأسبوع. المعلومة 13، لم يتحمل أجواء الدراسة بكلية الزراعة لأكثر من عامين ليقدم أوراقه مباشرة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو ما اعترض عليه والده مجددا، لكنه أكمل تعليمه دون علمه إلى أن وافق في سنوات دراسته الأخيرة، وكان من زملاء الفنانون محمد صبحي ونبيل الحلفاوي ويسري مصطفى وهادي الجيار وشعبان حسين. كلا يا سعادة البيه كلا، ده غير ان رجلي فيها غرغرينة. المعلومة 14، تلك التركيبة انعكست عليه خلال دراسته في المرحلة الابتدائية، حينها شعر بميله لخوض تجربة التمثيل حتى التحق بمسرح المدرسة، ورغم عشقه للفن في تلك الفترة ورغبته في تنمية موهبته وإثقالها بالدراسة، إلا أن والده رفض توجهه ليضطر إلى الالتحاق بكلية الزراعة في جامعة أسوان. والواد لما وقع كفاية خلاص، أنت قفلتني اليوم بدري بدري. المعلومة 15، في 18 أغسطس 1947 ولد لطفي لبيب في مدينة الفشن ببني سويف التابعة وقتها لمحافظة المنيا، وهو الابن الثالث من أصل 4 أبناء، ووالده كان يعمل في أحد البنوك قبل أن ينتقل بأسرته إلى الأسكندرية، وعلى نقيض الشقاوة التي تمتع بها في تلك السن، إلا أنه كان محبا للمعرفة لدرجة إجادته التحدث باللغة العربية من خلال قراءته للقرآن الكريم رغم أنه مسيحي. اشتروا سجل زبيب.